الآن مشاهدينا تنضم معنا مراسلة دجلة من بغداد ندى المرسومي. أهلا ومرحبا بك ندى. يعني بالبداية مبارك فوز المنتخب الوطني بكأس خليجي 25، ضعينا في الصورة لديك، وما الاستعدادات لاستقبال أفراد المنتخب الوطني في بغداد؟ يعني بداية مبارك للعراق وللشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب بكل أطيافه وقومياته ودياناته. يعني منذ البداية كان الجمهور ينادي بأن الكأس عراقي، وشكرا للمنتخب الذي أدخل الفرحة بقلوب جميع العراقيين، وشكرا للبصرة التي أسرت قلوب زوارها من الخليج وقلبت معادلات الرياضة. يعني بتوجيه من يعني القائد العام للقوات المسلحة بإقامة حفل شعبي مركزي بمناسبة فوز المنتخب العراقي ببطولة 25، وهذا الحفل يقام من ساحة الاحتفالات الكبرى ببغداد، وهذه الاحتفالات سوف تنطلق عند الساعة 5 من نعم ندى بغداد عند الساعة 6 مساء. ويعني كانت هنالك دعوة أيضا في هذا البيان بمشاركة جميع المواطنين والجمهور لاستقبال المنتخب من شارع مطار بغداد، والتوجه إلى ساحة الاحتفالات عبر بوابتين، يعني سيكون دخول المواطنين وهي من بوابة حدائق الزوراء ومنطقة المنصور. أما بالنسبة لتأمين هذه الاحتفالات فينضم معي اللواء جاسم يحيى الزبيدي مدير قسم المتابعة في رئاسة الوزراء للحديث عن استعداداتهم وتأمين هذه الاحتفالات. سيادة اللواء، بداية مبارك لنا ولكم هذا الفوز، وأريد يعني تتحدث لنا عن استعداداتكم لتأمين هذه الاحتفالات. أهلا وسهلا، شكرا لقناة دجلة ولكل الشعب العراقي بهذا الفوز المبارك العظيم، وتنفيذا لتوجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد الشيع السوداني المحترم، وجه سيادته بإجراء احتفال شعبي مركزي داخل ساحة الاحتفالات، وخصصنا باب طريق شارع الزيتون من ساحة الفارس العربي، شارع الزيتون بالكامل غلقناه، صار فقط للمشاة القادمين من ساحة الزيتون باتجاه ساحة الاحتفالات مباشرة. كل المشاة حصلناها مستقبل عن طريق المطار، فيتوجهون العجلات منك، بس عجلات دخول خضراء ماكو، فقط دخلنا هاي الباب لدخول المشاة اللي هم مشجعين او مستقبلين النادي الفريق الفائز العراقي لكاس خليج 25. اما الاستعدادات الامنيه مثل ما تلاحظين على قدم وساق، شاركت القطاعات الامنيه ابتداء من وزاره الدفاع، العمليات المشتركه، قياده عمليات بغداد، وزاره الداخليه شاركت بجهد استخباري في عموم محافظه بغداد وبالاخص مناطق المحيط القريبه من المنطقه الخضراء. نعم. بالنسبة لسيارات إسعاف والأطفاء اللاحق نعم موجود؟ نعم نعم، لاحظت أمام قدامش على ذاك المكان، حضرنا أكثر من 40 إسعاف بالتنجيز، ويا السيد وزير الصحة المحترم، واتصلنا بالسيد مدير الدفاع المدني، وجهنا أكثر من 10 دوليات أطفاء، وإن شاء الله ما نحتاجها بس كاحتياطات، إحنا جبنا الأطفاء الإسعاف النجدة حتى المرور، دخلنا ضمن الخطة الأمنية اللي حاطة داخل ساحة الاحتفالات أمامك. الجمهور بدأ يتوجه من الآن. حاليا اذا قدر المصور يصور هاي العواصف، صعدناها فوق على يمين ويسار المنصة المركزية لدولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم، فكل العوائل المدنية تصعد فوق، اللي لحق يلقى مكان ما لحق يبقى بالساحة قدامك، وهاي الحدائق كلها فرغناها أمامكم. شكرا جزيلا سيادة اللواء. تحياتي مع التقدير، اللواء جاسم يحيى نعم ندى مكتب رئيس وزراء المتابعة. شكرا جزيلا. يعني مثل ما تلاحظون من الآن بدأ الجمهور يتوافد إلى ساحة الاحتفالات، بالرغم أنه كان الإعلان عند الساعة 6 مساء، ولكن من الساعة 1 ظهرا بدأ الجمهور يتجه إلى ساحة الاحتفالات، والآن يعني كان هنالك تعديل لوقت بدء الاحتفالات وأصبحت عند الساعة 5 عصرا بسبب توافد الجمهور إلى الساحة، وأكيد مستمرين بتغطية هذه الاحتفالات إن شاء الله. نعم ندى المرسومي مراسلتنا من بغداد، شكرا جزيلا لك ولضيفك سيادة اللواء.